السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من شاطئ 26 يوليو أو جويل 26 يوليو هوتل. جماعة الشط دي في شغل كتير جدا. أنا شايف بره في الشارع ممتد كده من بعد الفور سيزون لحد شاطئ السرايا، شغالين في الشاطئ في عملية تطوير جامدة. سألت على البقى برا الدخول يا جماعة، الفرد العادي 200 جنيه والشمسية 2 جنيه، الضباط ب50 جنيه. الشاطئ لسه في شغل كتير، يعني شايف المية كلها تراب وعفرة ومش عارف، يعني مش حلو خالص الصراحة. ما انصحش ان حد يجي الايام دي، شوية كده على الصيف الجاي يكون انتهى ان شاء الله. بصوا الشغل لسه ممتد جامد على طول الطريق من اول سان ستيفانو لحد السرايا. بصوا الشط حتى رملة صغيرة جدا، الرملة المية حتى كلها تراب كده معكرة مش ظريفة يعني، وغالية جدا يعني هي صراحة 200 جنيه للفرد و100 جنيه اسمه ايه للشمسية، والزباط ب50 جنيه. يعني صراحة مغالي في السعر جدا يعني. احنا عندنا برضو وكله سادي غالي، يعني عندنا المعمورة 150 جنيه و30 جنيه برا، يعني كده ادي برضو 180 جنيه. عندنا برضو المنتزه 150 و50 جنيه كنت تخش وتوصل للشاطئ، ادي برضو 200 جنيه. حتى فندق شاطئ الجوالي المنظره ب 100 جنيه. الحاجه الوحيده رخيص شويه بس يعني زحمه جدا، وكله وجع دماغ اللي هو البروفاج ومحمود سعيد وزيره الدهب ب 25 جنيه، وفي ستانلي برضو ب 25 جنيه. الصراحه الدنيا في اسكندريه غاليه جدا. كنت هنا باجي زمان كان ب 20 جنيه الدخول و 10 جنيه بس الكافيتيريا، دلوقتي الكافيتيريا بقت ب 20 جنيه غير المشروب، والبحر بقى 300 جنيه، يعني كتير الصراحة. استلي معقول يعني 25 جنيه يكفينا 350 جنيه. بصوا الشغل لسه ممتد جدا وكتير، يعني قدامه سنة كده لحد ما يخلص ويتروق. شكرا يا جماعة، ده كان بس على 26 يوليو، ناس كده سألتني عليه. 26 يوليو 200 جنيه الفرد و100 جنيه الشمسية. يا رب دايما بخير وسعادة. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا جماعة، كل سنة طيبين.